بيخلي الناس كان سؤال يعني بعد السيو كيفاش حاسس روحك انت تاو؟ والله الحمد لله، الواحد بشوية بشوية بدا يسترجع في إمكانيات، والحمد لله كل ما تخيل من خوف معناها. ما لا تعديت نهائيا ما عادش فما قلق ولا حاجة. لا لا بيه. الحمد لله الحمد لله. بريد الريا بتاع الكورونا واحد يكون متوقف النشاط، كيفاش قاعد تعدي في النهاية بتاعك؟ والله قاعد نترنى يعني كل نهار نترنى، يعني خونا رحنا لحد فهو يعني قاعد نترنى، عندي بروجرام ونخدم فيه يعني. برشا قاعدين يحكوا على مستقبلك، يعني ما عليك وقت باش تكمل مش باش تكمل، كيفاش بالضبط؟ والله المستقبل اللي ما قعدتش مع الرئيس باش يخرج في كلام كيك، ما فهمت هو المسؤولين اللي فاتوا ما هو ما صبوليش صبوليش لابونو اللي زدناه كهو، انا مش غلطتي فهمت، فهمت. مش غلطة متاعي فهمت، معناها مساج بالتفاعل ما سابولكش لا ولا كيفاش بالضبط، فهمتوا هكا مش اللي هو كتيرهم هما ما يعني ما عملوا ولا عاودتوا الكونترا معناها، هما ما صبوهش فهمت، فهمت. مسؤولين التدخين معناها راجع ما يزيد ما في بالوش يعني، باختيار فما كيف باختيار العام منهم وفما معناها. مش اختيار مش اختيار، خطأ زي خطأ إداري من الكاتب العام ولا اللي هو المسؤول اللي هي اللي كونترا ما صبش يعني الكونترا فهمت فهمت، واضح. ما يكونش عندي بيه علم معناها كان الشهر اللي فات هكا. معناها تنجموا تعاودوا تحكيوا فيه الموضوع من جديد ولا تسكر بالنسبة ليك أنت؟ يعني عاود معناها كنا عاود نحكي معاه، مازلت ما قابلتش الرئيس معناها كان بسبب الظروف هذه حق ما جاتش الفرصة. واضح. أنت تخمم في الخروج ولا أنا هو أقرب معناها بالنسبة ليك أنت؟ اللي منا ولا منا نهاية عقد فهمت معناها، اه خاطر تسمى الليبر تو منا ولا منا وهما الى حد كويس ما احسن لحد تسبش، كان كويس ما تسبش الكونترا معناها اني يعني العقد بالعقد قديم تو فهمت، وهما التو ما حكوش معاك معناها في التجديد، معناها المهم تعتبر روحك معناها سي بون معناها وفيت. احنا في بالنا باش نقعد وكل شيء ما نزلنا معناها عكس فما البيدور امكانية باش تقعدوا ويصير. معناها، ها فما امكانية باش تقعدوا معناها باش تحكيوا. والله حتى يكلمني الرئيس يعني ما نعرفش، ما عنديش حتى فكرة. فما دي زوفا لمين وصلوك؟ والله الحق مازال ما فما شيء، الحق ما فما شيء، انت ما فما شيء الحقيقة. وين تشوف روحك اقرب في الجاية؟ في الخليج؟ في وين بالضبط؟ والله لا ما واحد ما عندك حتى شيء، ما انا مازلت ما تعرفش على روحك فين، بعد تفرج علينا ريحة الكورونا بعد الواحد يشوف ان شاء الله. هو صحتنا أهم أبجد من كل شيء. أمين بعد 8 شهور ظهر لي كنت غايب، أنت لقيت روحك ظهر لي ديريكت في وسط المعمعة، قلقك شوية أي بصراحة روحك كثير من بالطبيعة المرور. بالطبيعة غالب أنا جينا في جيت في ظروف صعبة الفريق اللي فات معناها إداريا، وجيت حتى المدرب معناها كان معناها داخل بعضه شوية وما فهمت ما يستشير حد من القاريد وفهمت كا والله غلط شو نعمله. معناتها قبل ما حتى الموضوع ترجع بشوية معناتها تاخذ أقل وقت هي شوية. هي يعني ديريكت معناها لعبت ماتش الكلوب تيتولير، معناها لعب لي 4 ساعة ماتش تسعة ماتش السودان لهنا، من بعد لعبت تيتولير ماتش الكلوب وشديت قعدت نلعب ديريكت 90 دقيقة. هو نورمالمون الواحد بشوية بشوية يرجع. صحيح. البلاستيك صارت قبل المونديال امين، هذيك ما زالت عندها علاقة ولا ما عادش؟ ايه لا ما فماش بليسور وقتها، ما فماش لا ما كنت مضروب وقتها؟ مش ما كنتش مضروب، هي ما كانتش فما إصابة معناها، هو صار معناها مشكلة كبيرة معناها مع سيد النجم الساحلي معناها عمل تشخيص غلط ما فماش إصابة، ما كانش فما إصابة بالكل، ما كانش فما إصابة فترة خشنية عمل تشخيص غلط مي يعني عملت شقيت معناها شقوا لي عملية بيضاء معناها عملوا لي عملية ما حل وسكر ما فما شيء معناها، فهمت. فماش إصابة كانتش فما إصابة، هذاك شنو صار الإشكال هو غلط. تشوف خسرت برشا وقت المسيرة نتاعك بعد ضغطك شوية في سوء التشخيص هذاك؟
هذاك اللي صحيح، هذاك المشكلة اللي صارت حقيقة، يعني الكل نحطها في تدريب الناس الساحلية اللي فات 50 اللي هو اللي هو دور لي الكارير بتاعي، معناها مش دور واحد مازال صغير، لما حالة مي هو اللي عنده عمل لي مشكلة كبيرة. نبدأ نحكي شوية على الموسم بتاع يتوا الأمين، كيفاش تشوفوا الموسم بتاع الموسم الحق نتاع ربي من الأول ما بديناش بالباهي، وزيد معنا رئيس النادي كي جبد روحه 4 شهر وخمسة شهر خلى فراغ كبير، فهمت؟ عاد لاعبين محترفين ولاعبين يبدأ مش عارف روحه مع شكون يحكي، معناها تقعد 5 شهر ولا 4 شهر ما تعرفش روحك مع شكون تحكي، ما فماش مسؤولين، معناها جمعية معناها ما غير نقولوا واحد يقودها، فهمت؟ فهمت ديك الليلة صارت مشكلة كبيرة، حاولنا في معناها نسترجع ربحنا على الأقل، معناها عملنا ماتش كبير معناها كونتر بيداد لهنا، ما سهلش ربي باش نترشحوا، كاو نتحملوا مسؤوليتنا وإن شاء الله نصلحوا الجديد، كاو لازمنا معناها من الأول ناخذ باينة من الأول. مش معناها تجي في نص العام ما تحضرش بالباهي وتبدل 5 انترونور على صحيح، معناها جمعية كبيرة وكل شيء، كل مرة يجيك انترونور كل شهرين انترونور، كيفاش تلعب سمحت؟ الخروج نتاع الرئيس أثر عليكم شوية وكنت ايه هو اللي كل هو الكل في الكل مش أثر برشا بالطبيعة من شنو؟ من ناحية ما شفتش فما تشوفش فما راهو لاعبين وأبناء النجم الساحلي هذوكم يصبروا عادي، فهمت؟ نحكي امور ماديه، فهمتك. ما فما لاعبين اجانب وفما لاعبين صغار كذا، فما لاعبين اخرين ما ينجموش، معناها ما ينجموش يعيشوا ما غير سالير ما غير حتى شيء، فهمتك. باهي مين ما شكون تفتح حكسه في الوسط انت في ايطاليا، فما بعيو بو خنشوش المسناني حاج محمود شكون اللي بنعمل اللي تفتح حكسه معاك؟ بو خنشوش ما لعبش معاه، رجعت هو مشي. بالنسبة للآخرين والله شكون فما حمزة الأحمر هذيك بالذات بتاع معاه وقتها مازال مش حاضر في ذيك معاه، وصارت له مشكلة مع مشكلة صغيرة صارت له ملعبش، كان خارج الجروب، خارج من الجروب، فهمت؟ بعيو المثناني حاج محمود مثناني باهي مثناني والآخرين زوز ولاد صغار ماشيين في ثنية باهية، فهمت؟ أما أكثر من اثنين قاعد حقيقة معناها باش. وفي المنتخب وجود فرجاني الشعلالي والصخير. والله ما شاء الله معناها عندنا وسط باهي. يعني قبل نلعب أنا وفرجاني وغيلان. فهمت؟ قبل امين كنت انت وفرجاني في الوسط، ركزت على الوسط، توا جا سخيري ولا كاين هو خذ القياده شويه ولا ايه؟ حكيت الامتياز، احنا في تونس ما نحبه ديما، نحبه ما نحبوش ولاد تونس، وديما ناكل نقراو النقص، ولا احنا هو اللي هزينا الكناسيونال في الحب ولا تكره، باللي ستاتستيك باللي تحب انت ديما كنا احنا متميزين، اما لا غالب ما فماش شكون يدز معانا، ما فماش شكون، فهمت؟ ها سخير يلعب باهي، ما لعب باهي تحب ولا تكره، مش معناها كثير منا معناها، فهمت؟ فماش فرق في النيفو، وانا مش معناها راه معناها اللي ولاد تونس، معناها ولاد اللي بي يلعبوا في تونس ديما نحبوهم، ديما تضرب فيهم الكل معناها. تحسهم حتى اعلاميين محمين، ما احنا دي ملاد ما دي فيه ضرب اضرب وكام. كان فما خلاف قبل ما نبي معلول امين؟ والله ما كانش فما خلاف الحق، ما كانش انا قلت لك الخلاف اللي صار هو انه الطبيب نتاع الاتوال اللي عمل لي المشكله وخلاني ضيع لي برشا وقت، وكان من بعد ما حسيت تبدل معايا يعني بالمعلول، معناها يتخيلني اني معناها جيت ضد ولا كيفاش في التشخيص، معناها قلت ما كسحت راسي، معناها حبيت نعمل عملية وهذاك شو حالك انت تمرضت حاجة هكا؟ ايه هو عمل على غالب ما مش كوني حبي فلت مونديال ايه والله العظيم ايه خي عمل على غالب، كنت حاضر
كنت حاضر، اما مش مانيش كن ما كنتش حاضر، اما عرفته من اللي ما لعبنيش المباريات الوديه، عرفته انا غالب انا واحد تعمل معه معناها تلعب معه الماتشات الكل نتاع التصفيات، كنت حاضر الوحيد لعبتهم مع تريس كيني ونبي علي معلول. قاعد دونك كنت ساكت مع ستاف تكنيكي كيما تونال ولا اي الحق تاع ربي في المنظر نافو من قبل من طلعت معاه ديما يكلمني يسالني وكل شيء معناه حتى الستاتيستيك الكل يعطيونا كل شيء معناه الحق فهمت. لتوالي عالي تو مشكل في الجارديا امين الجارديا والله هو تو في العالم كل ما شفنا قليل معناه فما في حيرة المرمى ديما فما مشاكل كبار صار لي في تونس معناها امين تعتبر ضيعت روحك شويه وقت كنت تمشي لاوروبا انت اصغر شويه تعمل حتى مسيرة ما كنت اي صحيح يعني والله تعبت لوم روحي والله شيء والله خاطر ان لهنا طلبوا برشا فلوس وفلتوا عليا برشا حاجات باهي فهمت هو مستحق معناها طلبوا برشا غلاء نجم تاخذ برشا شكون جاك مثلا قبل؟ برشا جاتني ملقا جاتني بوردو جاتني برشا جمعيات بهين ريم اما كيف النجم الساحلي تطلب 2.5 و3 مليون يورو واحد مازال صغير وخاصة جاي من افريقيا مستحيل ياخذوك بالسوم هذاك وتو ما عادش موجودين حديث كيما هكا والله لا نعرف والله النجم يكون ما نعرفش ان شاء الله ربي يسهل بعد من تجربة في السعودية يعني تجربة السعودية الحمد لله كانت ناجحة 100% يعني الناس كل توا معناها يكلموا فيا والناس كل يحبوني عديت مباريات كبار معهم وبالطبيعة بطولة سعودية خير من البطولة التونسية برشا مراحل انت كويسك حكيت على حمزة الأحمر ابعاد وهل انه حمزة فقد امكانياته شوية وقال شنو صار بالضبط؟ والله لا نعرف جاء صار سوء تفاهم مع جريد وقتها ذاك فهمت جاء اول ما جاء هذا وقت جريد ومشى المتلوي مشى المتلوي عندنا ماتش ما لعب من بعد نحاه يعني قال ما عادش حاجة بيه يعني مع المدرب مع الاداره انت ما تشوف انت تبنى معه كل يوم يعني ما تشوف هذاك هو حمزه ما تشوفش قبل امكانياته ولا حاجه ايه ما ينزلش يكون يفقد امكانياته بالمباريات يرجع راه اي لاعب بالمباريات تحب حاسك بلاعب راه تخدمه معناتها تنجم تجيبو سيتي فيه فهمت تنجم تجيبو حصص اضافيه ولازم يرجع كيما كان ما فيها شيء اما انت كيما تحطه وتعمل له مشكله وتقول له ما عادش حاجتي بيك في الجروب وانت مفعح له عقد كي جبته معناها كيفاش هذا ما يصيرش ثم اخطاء صاروا برشا مشاكل حقيقة صاروا برشا مشاكل خاصة في فترة جاري دخل على بعضها دخل على بعضها خاطر ما لقى حد فهمت ما لقاش مساندة وقلت لك الفراغ وقت اللي جا فيه جاري فما فراغ كبير فما 3 أشهر ولا 4 أشهر وقتها ما فماش رئيس ومشاكل أمين شنو رأيك في التحاق غازي عبد الرزاق اللي كان عرفه في الجوال بالنادي الافريقي والله باللي غازي الناس معناها كانوا برشا معناها ضدهم من احسن ما فما في تونس تحب ولا تكره ما عندناش زي رئيس معناها توا في النادي الساحلي ما عندناش زي رئيس زي عمر بابا اللي هو موش زي رئيس رغم اللي عمل ماتشات باهين في البوست هذيك عمر بابا عمل كي نبداو نلعبو بثلاثة في المدافعين مش في باربعة معناها باربعة ديما نظهروا عندنا مشاكل خاطر الظهير الايمن نتاعنا والليتر ضعاف معناها دفاعيا معناها فهمتنا انت نجم نشوفوك كيف اخرى بخلاف في تونس في تونس؟ في تونس؟ لا لا طيب ولا نجم يكون كل شيء متعرفش عليه؟ لا 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 طيب